يكون is formed over cortex and medulla. What you find in the cortex? Follicles. And different states of activities together with ovarian stroma in between. Hi. What is the covering epithelium of the ovary? General epithelium. The general epithelium is cubical in the young age and flattened in the old age. What is under the general epithelium? الأحمر ده والأبيض في الطبيعي. يونيكا البوجينيا. اللي هي دنس ريجولار كونكت تيشو. طيب ايه اللي موجود في الكورتكس؟ فوليكلز اوف ديفرنت ستيج. وات از ذا موست كومن تايب؟ ذا موست نيومرس تايب اوف فوليكلز ان ذا كورتكس. مين اكتر نوعيه موجوده؟ اللي هي بتبدا وتعمل لي ديفرنت تايب افري منسترال سايكل. برايمورديال فوليكلز. برايمورديال فوليكلز. هتديني برايمري فسكندري فماتيور جريفيان فوليكلز او تيرشري فوليكلز. يعني دي برايمورديال فوليكل وانت دي بقى واتس اباوت ذيس برايمورديال ولا برايمري؟ برايمري برايمري فوليكل. ماشي واتس اباوت ذيس فوليكل؟ ماتيور ماتيور فوليكل. ماتيور جريفيان فوليكل. واي ات از ماتيور جريفيان فوليكل؟ خلاص هنسيبها دلوقتي نجيب الصور الثانيه اللي بتكبرنا في بيرفرد نيوكلس. ودي المضله، ليه المضله؟ كونكتيف تيشو. ايه الفراغات دي؟ فاسكولار فاسكولار سبيس. اوكي وات از اباوت ذيس تايب اوف فوليكل؟ از ات برايمورديال؟ از ات برايمري؟ از ات سكندري؟ از ات تيرشري؟ اور ماتيور جريفيان فوليكل؟ وات از ذا كاركتر اوف secondary follicles is the presence of what? Multiple what? Follicular spaces. What is present in the picture? Number one, oocyte. Primary or secondary? Primary. Primary. Because the primary before the middle of before rupture of the follicle, it completes the first meiotic division, which started in the embryonic period, to give secondary oocyte and what? هي دي اللي هتدي ثري بولر بوديز ولا الكومبليشن بتاع الفيرست ميوتيك ديفيجن هيديني سكندري اوسايت مع الفيرست بولر بودي؟ سكندري اوسايت مع الفيرست بولر بودي. مع الفيرست بولر بودي. ماشي. ايه الاحمر؟ ايه البينك كلر دي ده؟ which is around the oocyte. جيرمال ابيثيليوم. زونا بليز. واللاير اوف فوليكولار سيلز حواليه على طول. كورنال ادياتا. امال دول مين؟ جرانيلوزا سيل. سيلز اوف ذا جرانيلوزا سيل لاير. امال بقى دي؟ this part is formed of what؟ formed of outer fibrous and inner cellular. Thickened layer. Thickened layer. Formed of what? Outer fibrous layer and inner cellular layer. واللي موجود ما بين الجلوزا سيلز والثيكال لاير في البيزمنت ممبرين. ماشي. So what is the type of this structure? Secondary follicle. Why? Multiple follicular spaces. فيها ايه؟ Primary oocyte, zona pellucida, granulosa cell layer. Thickened layer, formed of inner and outer, and so on. Whatever you like. اللي ربنا يفتح عليك بيه اكتبه، حاجتين بس. هاي، امال صاحبتنا دي مين؟ هاتشير فوليكل. ليها 1 انترال سبيس. 1 انترال سبيس. And the oocyte surrounded by zona pellucida and the corona radiata is present at one side and connected to the granulosa cell layer or to the rest of the wall by cumulus oophores. عباره عن مجموعه من granulosa cells بتربط الهيصه دي كلها مع granulosa cell layer. امال فين السيكال لاير؟ اهي هنا واضحه قوي. outer fibrous and inner cellular. يعني دي granulosa cell layer وبعدين دي الثيكال لاير. the outer fibrous and the inner cellular.
هتلاقي السيلز فاكيوليتد، فاكيوليتد ليه؟ استروجين هرمون سكريتنج سيلز هتديله هرمون، تاخده الجرانوزا سيلز تحوله الى استروجين. دي مين؟ انا ما قلتهاش ولا على حد فيكم قالها؟ ماتيور جريفيوم فوليكل قلت وان كافيتي. اوكي. دي جزء منها واضح، يعني ممكن بدل ما اجيب دي اجيب دي اجيب دي، واضح الاستراكشرز اللي موضحه بالاسهم، يعني جرانولوزا سيلز و زونا بليوسيدا وبيومولاس او فورس والاوسايت اللي هشيل الكتابه بتاعتها، وبعدين اديتيكا لير بسهم كوانيوم. ماشي؟ عشان لما اقول لك الطبقه اللي فيها السهم على الابر رايت سايد هتقول لي تيكا لير فورميد اوف سيكا انترنا اند سيكا اكسترنا. طيب ايه الاستراكشر بقى الكبير اللي موجود على الليفت سايد ده بقى؟ اذا هو بير والجدار بتاعه فولدد والسيلز اللي في الفولد دي فورم ذا مين ماس فور ذيس ستراكشر. تنفع كوربس لوتيوم؟ كوربس لوتيوم، كوربس لوتيوم which is an endocrine structure formed of granulosa lutein cell layer and the ceca lutein cell layer which is the form is the main mass, the granulosa lutein or the ceca lutein? Ceca lutein. The granulosa lutein which forms and secretes progesterone. يبقى كل البوندز دي بتاعت جرانلوزا ليوتين سيلز. ماشي؟ والسبيسز اللي ما بينهم هنا ما بين الفولدز فيها سيكا ليوتين سيلز. هنا ممكن يبقى فيه هيموريج، ممكن يبقى فيه فايبرس تيشو بعد كده اند سو اون. سو وات از ذا تايب اوف ذيس؟ شايف الخلايا بتاعتها؟ شايف الخلايا بتاعتها؟ يعني دي الخلايا فيها اغلب التايب اهو. ليه؟ لانهم ستيرويد هرمون سكريتنج سيلز. الجرانولوزا ليوتين سكريت بروجسترون والسيكا ليوتين سكريت استروجين. يبقى ايه هو الاستراكشر ده؟ كوربس لوتيام. وات ذا بيج كومبوننت؟ جرانولوزا ليوتين سيلز. ماليش دعوه بيفرز بروجسترون واستروجين. اي حد يقول لي فانكشن لا يعتد بها في الدرجه. جرانولوزا ليوتين، سيكا ليوتين، هيموريج، فايبرس تيشو ان ذا ميدل اند سو اون. لما بتتحول الى ماس فايبرس تيشو مش كده؟ مش عندي كوربس ادبيكانس اوف منستريشن وكوربس ادبيكانس اوف، هل الكوربس لوتيوم كان اكستند تو بريجنسي؟ سبورت بريجنسي از ايرلي بيريود انتل ذا بلاسينتا از فورمك؟ يس يس. اوكي. ها وات از ذيس ستراكشر؟ فالوبيان تيوب. جدع. Which part of the fallopian tube? Ampulla. Ampulla of the fallopian tube. مش الانفانتيبولم ولا الاسبس ولا الانترا ميورال. طيب جدار الفالوبيان تيوب مما يتركب؟ جدار الفالوبيان تيوب مما يتركب؟ ماشي. يتركب الجدار from ميكوزا ماسكولوزا and سيروزا ولا ادفنتيشيا؟ ادفنتيشيا. هي الفالوبيان تيوب متغطيه بالبريتونيوم ولا مش متغطيه بالبريتونيوم؟ والاوفم تبقى ريليست للبريتونيوم كافيتي ولا مش ريليست للبريتونيوم كافيتي؟ وبيك ذا اب باي ذا فالوبيان تيوب. والفالوبيان تيوب بتمسك فين في اليوترس؟ في اللور بارت ولا ما بين الفندس والبودي؟ فندس والبودي. فوق. والجزء الفوقاني ده متغطى بسيروزا بتاع اليوترس، متغطى بسيروزا ولا مش بسيروزا؟ ويطلع البريتونيال كافيتي مع الانفارج من البريجنسي. يبقى وات ار ذا ريلز اوف ذا فلوبيان تيوب؟ ميكوزا ماسل لاير اند سيروز. سيروز. اوكي. طب ازاي عرفت ده ان ده الامبولاري باور؟ ليه؟ لان الميكوزا تخش تعمل لي برايمري فولد، والبرايمري فولد بتعمل لي سكندري فولد، وكل واحده تعمل لي تيرشري فولد. طب الفولدنج ده يخلي اليومن اير ريجولار. اير ريجولار. irregular lumen. ماشي. يبقى lumen irregular because the mucosa is branching. gives the primary, secondary and tertiary forms. خلاص. what is the type of epithelium lining the fallopian tube?
الجزء ده هي سم الكولامنر ولا هي الاوبرامر سيلز بيزل اوفر نيوكليار. طيب الخلايا دي عليها شراشيب يبقى سيليا، الخلايا دي ما عليهاش يبقى سبيندر. عشان تعوم الاوفم او السكندري اوسايت سواء انفرتلايز او فرتلايز وتتزق بالسيليا والكونتراكشن بتاع المصل بتاع الفالوبيان تيوب. طيب يبقى دي فالوبيان تيوب فين؟ في الامبولا، امبولاري بار. طيب جدارة مكون عشان تكتب اللي انت عاوزه ايه؟ ميكوزا ماسكروزا سيروزا. ماشي. طب ما هي الكاركترز اوف ذا ميكوزا؟ هايلي فولد برايمري وسكندري وتيرشري فولدز. ما هو نوع الكفرنج الابيثيليوم؟ سمبل كولامنر. ماله؟ بارشالي سيديتد اند بارشالي سكريتوري. يبقى هل البارشالي سيديتد وبارشال سكريتوري بيبطل حاجه ثانيه في الفيميل جينيتال؟ ما هو نوع الابيثيليوم الذي يبطن اليوترس؟ الاندوميتريوم يبطن اليوترس. طيب هل الاندوميتريوم ده كفرد باي ابيثيليوم ولا نوت كفرد باي ابيثيليوم؟ كفرد باي ابيثيليوم. الكفرنج بتاعها زي بتاع الفالوبيان تيوب. ايه نوعه؟ سمبل كولامنر بارشال سيديتد اند بارشالي سيكريتوري. انتوا ما ولا حد اداكوا الفيميل في سنه ثانيه؟ طب حد تاني تاكل في ميل غير انا والفسيولوجي؟ ماشي. اخد الصوره دي وبعدين انتوا تقولوا لي وات از ذيس ستراكشر؟ ده اندوميتريوم. اندوميتريوم بتاع مين؟ بتاع اليوترس. ماشي. طيب الانابيب الوايت وتورتشوس وفول اوف سيكريشن دي تعتبر ايه؟ اندوميتريال جلاند. مالها لونج، مالها وايت، مالها تورتشوس. تبقى وفول اوف سيكريشن عشان تغذي البيبي لو بقى امبلانت. يبقى هنا الاندوميتريال از ان ويتش ستيج of menstrual cycle. The proliferative or the secretory or menstrual phase. Secretory phase. Secretory phase. They, because the glands are long, wide, tortuous, full of secretion. طب واللي ما بين الجلاند استروما سيلز. وهبص في تكبيرة صغيرة على الناحية الشمال ليها نفس نوع الابسيليوم which align the fallopian tube but the sedated cells are less في اليوترس والجلانس عنها في الفالوبيان تيوب. في الجلانس سوري عنها في على السطح او في الفالوبيان تيوب. طب نرجع بقى تاني. طب ده يوترس، يبقى اليوترس ده في انهي ستيج؟ في المنسترول ولا البروليفريتيف؟ بروليفريتيف او الاستروجينيك او الفوليكولار، حيث يكون الجلانس مارو ستريت اند دارك والابيثيليا ما هو موجود على السطح. يبقى حصل ريجنريشن لل انهي لير في الاندوميتريا، الفانكشنال ولا البيزل؟ مين اللي بيسقط اثناء المنسترويشن؟ الفانكشنال الفانكشنال. يبقى ده اندوميتريوم فين؟ في البروليفريتيف فيز، الفوليكولار فيز، الاستروجينيك فيز. ليه؟ جلاند ار نارو ستريت اند دارك. ايه رايكم في ده بقى؟ ده اندوميتريوم برضه باندوميتريوم جلاند. ماذا عن الجزء السطحي؟ يبقى ده منسترول فيز. ليه؟ اتقطع انفصل منسترول. اي نعم مفيش بلاد باين بس ده منسترول فيز. اوكي. The functional layer is lost, the epithelium is lost, the upper part of glands is lost, what is left is the basal layer with the basal part of glands. خلاص كده خلاص كده. مين دي بقى؟ سلايد جميل. تفتكروا الخريطه؟ انا قلت لكم في سلايدز الخريطه. مين هو الخريطه؟
عاملة زي كده جزر اليابان كتيرة وما بينها بدل مية في ما بينها بلاط. بلاسنتا؟ بلاسنتا. Section in the placenta. What are these sections in the chorionic villi? What is present in the spaces in between chorionic villi? Maternal blood. What is the structure of chorionic villi? Trophoblast, mesenchymal connective tissue related to the baby, called it that. Mean doll, fetal blood vessels. Okay? ايه اللي موجود هنا في intervillous spaces? Maternal blood. يبقى السكشن ده بتاع مين؟ بلاسنتا. طب بلاسنتا بقى ان ذا فيرست هاف ولا ادفول تير؟ ادفول تير. طب ليه ادفول تير؟ لان التروبوبلاست هنا is formed of one layer of nuclei. مفيش one layer of cells. لان السيلسيتيوم كتلة من السيتوبلازم فيها ايه؟ Look to the back. You will find two on the last table. One is sleeping and one was just left is a mobile. Okay? Okay. Okay. What is the type of this, what is the name of this section? Why? Chorionic villi. What is the type? What covers the chorionic villi? Sensitive trophoblast. What is present inside the chorionic villi? Fetal blood vessels. ماشي؟ And the mesenchymal connective tissue. ايه الموجود ما بين الكورونيك بلاي spaces containing meal? Maternal blood. So, this is a section of the placenta. What is the type of this section? على فكرة موجود في السلايد بتاعتك وبتاع ده هي اللامب السلايد او بتاع دي ده هي باور بوينت يعني دي فاجينا. طب ليه فاجينا بقى؟ What is the type of epithelium lining vagina? اهو على الرايت سايد استراتيفايد سكويما. طب الاستراتيفايد سكويما السيلز السيلز بتاعته ابير بين. طب بين ليه؟ هل الاستروجين ليه تاثير على خلايا الابيثيليوم بتاع الفاجينا؟ يس يخليها ستور مين؟ جلايكوجين و ليبت. طب الجلايكوجين والليبت بيدوبوا ورا بحجر السكشن؟ طب ماذا عن الكونكتيف تيشو لامينا بروبريا اللي ايه او الكونكتيف تيشو تحت الابيثيليوم ماذا يميزه؟ ايه الحاجات الحمراء دي؟ فاسكولار يعني مليان بلاد فيسلز. طب علشان الفاجينا تحصل ديستنشن ساعه الليبر يبقى الكونكتيف تيشو ماله؟ فايبرو الاستيك. طب ايه؟ خلاص يبقى دي فاجينا. فاجينا دي لاين ديفايس ستراتيفايد سكوما سيلز ستراتيفايد سكوما سيلزيوم السيلز ار بين. طب الحاجه الثانيه ماذا عن الكونكتيف تيشو اندر لاين كونكتيف تيشو فاسكولار اند فايبرو الاستيك. مين صاحبتنا دي؟ مليانه كونكتيف تيشو ويز لوبيولز اوف فات ميموري بلاد. از ات ريستنج ميموري بلاند non-lactating in non-pregnant non-lactating female ولا lactating female؟ lactating not lactating او resting memory gland. طب resting memory gland ليه؟ ما the main mass of the breast في non-pregnant non-lactating is connective tissue. يبقى كل البنك ده connective tissue. طب الconnective tissue ده بيتميز بوجود ايه؟ lobules of fat. لوبيولز اوف فات. طب اللوبس بتاعه الميموري جلاند كونتيننج اونلي داكتس كونتيننج اونلي داكتس نو سكريتوري يونتس. يبقى السكشن ده بتاع مين؟ ميموري جلاند. ريستنج او ريستنج ميموري جلاند. طب ليه؟ اكستنسيف كونكتيف تيشو اند فات لوبيولز. نمرة اتنين لوبيولز كونتين داكتس اند نو سكريتوري يونتس أو سكريتوري ألفيولاي بمعنى أصح. متفقين؟ متفقين. طيب نطلع بقى للسلايد اللي في مين دي؟ لاكتيتنج ميموري جلاند. طب ليه لاكتيتنج ميموري جلاند؟ أدي السكريتوري يونتس أهي اتكبرت. ماذا عن الكونكتيف تيشو هنا في اللاكتيتنج؟ بس
الفانكشنال يونتس كبرت على حساب الكونكتيف تيشو. يبقى الجلان is divided into lobes and the lobes are divided into lobules. ادي كونكتيف تيشو اهو بيقسم اللوب الى لوبيولز. ماشي. امال دي اللي اللي في الكونكتيف تيشو ان بتوين لوبس انتر لوبر داكتس. وتبص تلاقي فيه في التجاويف، التجاويف دي بتاعت مين؟ بتاع الليبيد اللي بيبقى موجود في الفات. ماشي. امال مين دول؟ سكريتوري يونتس اهي. ده ملك، ده ملك اسيدوفيلك عشان البروتين اللي فيه. ولو كبرناه هتلاقي فيه دوائر بيضاء. ليه؟ لان الملك بيتميز بوجود ليبيد جواه. يبقى تاني السكشن ده بتاع مين؟ لاكتيك ميموري جلاند. طب ليه؟ لوبيولز اند سكريتوري يونتس. لوبيولز ايه موجود جوه اللوبس واللوبيولز؟ سكريتوري يونتس. سكريتوري يونتس مع ماشي ملك الفيولاي مع داكس. وفي هنا كمان انتر لوبر داكس كونتيننج ملك. ايه رايكم في دي مين دي؟ واحد قال ماسل واحد قال نيف. هل في علاقه ما بينهم هنا؟ دي كونتاكت. كونتاكت يعني ساينابس. الساينابس ما بين البوينت اوف الساينابس ما بين نيرف ومسل. المسل عند المكان ده بتاع الساينابس بسميها ايه؟ موتور انتجريت. يبقى السكشن ده ايه؟ طب ليه موتور انتجريت؟ استرايتد مسل فايبرز ساينابس. ايه ساينابس؟ ماشي تيرمينال. موتور نيرف تيرمينال. موتور نيرف تيرمينال ولا بلاش موتور نيرف تيرمينال. ما هي استريت الهوريك اللي بعدها تلاقيها استريت. يا لهوي. كل اللي بعد. خلاص مش مشكلة. في واحدة بعدها كده. شلناها صح. مش من أصل. طب دي مين بقى دي؟ بس عشان أفهمك دي أفهمك دي. دي مين ده؟ ده سكن. السكن ده مكون من كام طبقة؟ 3 لاير. مين هم الـ 3 لاير؟ بدام، درمس وبدامس وهيبدامس. ماشي. الإبيدرمس. والديرمس والهايبوديرمس اللي هي بنسميها سوبرفيشال فاشل. ماشي. طب الابيديرمس دي مكونه منين؟ استراتيفايد سكويماس كيراتينايز. طب الديرمس دي مكونه منين؟ من كونكتيف تيشو. هل الكونكتيف تيشو ده بيعمل لي بروجكشن اسميه بابيلا؟ بروجكشن اسميه بابيلا وعشان هي من الديرمس اسميها ديرما البابيلي؟ يس. طب الدرما البابيلي دي ممكن يبقى فيها موجود نوع من انواع الريسبتورز؟ يس. Which type of receptors which is present in derma البابيلي of hairless skin؟ مايزنس؟ بيزنس كوباسو. ادي اوفل ان شيب اهي. امال دول مين؟ اللايرز. لايرز اوف اير موديفايد شوان سيلز. النير بيطلع التف ما بينهم. طب نشوف السلايد اللي قبل كده. ايه رايك؟ دي ميزناكس ولا ما تنفعش تبقى ميزناكس؟ تنفع. وفين النيرف؟ في النص. التعبان ده. ايوه تعبان. التعبان التعبان اهو 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 واخد سبايرال كورس. انهي الاجمل دي ولا اللي قبل كده؟ لا قبل كده يا دكتور. اللي قبل كده البنات اختاروا دي وانتوا اختاروا دي. هذه كانت الثانيه خلاص. هذه هذه يا دكتور. خلاص لما جابها لكم قولوا هات الثانيه. لان دلوقتي البنات اختاروا الثانيه وانتوا اختاروا دي. حتى انا قلت لهم سيبوا دي سيبوا دي عشان اعرف راي الناس برضه. طب واضحه؟ خلاص؟ ان شاء الله. ماشي هكتب عليها ام والثانيه هكتب عليها جي. فكر دكتور اسمك ايش هكتب عليها؟ ام يعني ميل وجي يعني جي. ايه ولا اكتب اف جيرلز يعني مش مشكله بقى. دي ميزنس كورباسل. ليه ميزنس كورباسل؟ انسان ديرما بابيلي. انسان ديرما موجوده فين؟ ديرما بابيلي. في ديرما بابيلي. النيرف عامل سبايرال كورس انسايد ذا باسين. ده انا قلت باسين ولا ميزنس؟ ميزنس يبقى كده تمام. ميزنس كورباسل. النيرف عامل سبايرال كورس. طب موجود فيها ايه؟ فلاتن ذا لايرز اوف موديفايد شوان سيلز. اظن انتوا شفتوا اللايرز اوف موديفايد شوان سيلز في السيكشن الثاني اللي هو ده صح؟ الخلايا الفلاتن دي هي عباره عن فلاتن موديفايد فلاتن شوان سيلز. مين بقى دي؟
دي احنا بنسميها البصلة. بو. اونيون. تشبه. طب اونيون اللي بقى. سيركل. 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 طبقات. كونسنتريك لير. طيب. هل الريسبتور ده كابسوليتد ولا انكابسوليتد؟ كابسوليتد. كابسوليتد ماشي. For containing concentric layers of flattened modified Schwann cells. Yes. طبقة ورا طبقة ورا طبقة ورا بعض عاملة زي الدوامة. صح؟ Yes. وفي النص هنا في نير عشان ياخد السنسيشن اوف بريشر اند فايبريشن. يبقى دي مين؟ باسينيان كورباسل. باسينيان كورباسل. موجودة فين؟ دير. In the dermis or hypodermis. هما مين دول؟ دول بتاع السويت جلاندز بتبقى موجودة دي انت سيرفيس ذا هايبو ليرنس ايه؟ انا بعيد عن الابيدرميس يبقى السكشن ده مين؟ بسينيا كورباسل. بسينيا كورباسل. طب ليه؟ كبسولات. طب ليه؟ مالتيبل لايرز او موديفايد شوان سيلز. طب ليه؟ ليه ان ماجنيتد نيرف فايبر ان ذا سنتر؟ ان لان اي نيرف يخش الريسبتور لازم يفقد المايلين عشان يبقى سنسيتيف كان بيها افكتد ويبعت الامباس. ذات از اول.